ان شاء الله النهارده هعمل لكم كيكه ديسباسيتو اللي انتوا قلبين بيها الفيسبوك وقلبين دماغي. هعمل لكم النهارده بطريقه بسيطه جدا 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 وسهله وهتعجبكم. المقادير معايا، قول بسم الله الرحمن الرحيم. دول ايه؟ 6 بيضات ماشي، وكوبايه سكر اهي جنبها، وفانيليا، وعندي كوبايه وربع دقيق. هياخدوا معاهم 4 معالق كاكاو، كاكاو مش نسكويك اهو، كاكاو اللي هو الكاكاو المر بتاع العطار. وعندي كوبايه كريم شانتيه، وزيها هجيب تلج زيها، ونص كوبايه سكر، وطبعا الكيك هتاخد معلقه بيكنج باودر، وعندي نص كوبايه لبن علشان لما اطلعها من الفرن اسقسقها بيها، وهتاخد معاها معلقه نوتيلا او اي نوع شوكولاته عندك، اي نوع. ما بفرض ان شاء الله تجيب 2 جلاكسي تسيحهم في البتاع، اي حاجه عندك حطي منها. وعندي طبعا كوبايه لبن عشان خاطر هسيح فيها كوبايه شوكولاته كبيره زي كوبايه شوكولاته اللي هبشرها، تمام. وطبعا عايزه معلقه كاكاو عشان خاطر الكريمه. اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا في ذره ملح على الدقيق. اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ادي البيض في قلب المضرب. يعني بس البيض ده شكلها غريب، مش عارفه كده ليه. وادي شويه فانيليا عليهم، ونشغل المضرب. هضيف السكر بالتدريج على البيض شويه شويه زي ما عملنا. نلم الجناب كده، بصوا اهي، بصوا بقت عامله ازاي، ما شاء الله عليها كده. خلاص خالص، اطفي بقى المضرب واشيله. ادي معلقه البيكنج باودر الصغيره اهي على الدقيق، وادي الكاكاو، واقلبهم كويس جدا. اضيف بقى الدقيق شويه شويه، واقلب من تحت لفوق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقلب من تحت لفوق كده اهو، اقلب في اتجاه واحد ومن تحت لفوق كده. دي حاجه. تاني حاجه، ما تخليش ايدك تروح وتيجي، وشويه شويه اهي، اول ما يختفوا شويه اللي انت حطيتيهم تروح حاطه شويه كمان زي ما انا بعمل كده اهو. هدي يا جماعه اللي بتبقى الكيكه الاسفنجيه اللي من غير محسن، هي ده هي. قلبها كويس جدا كده اهو من تحت لفوق اهي. ما خلاص يا ملك، دي فرقه من الديسباسيتو اهي اللي انا وريتها لكم في الفيديو بتاع المشتريات. بصوا يا جماعه، ممكن تعملوها في الفرقه من زي دي، ممكن تعملوها في الالمونيا اللي هي الصغيره، ممكن تعملوها في صينيه. اعملوها في الوقت، في الحاجه اللي تعجبكم، اي حاجه عجباكم اعملوا فيها. دي بتتملي نصها بس عشان بتطلع بتحط عليها كريمه وحاجات، بتتملي نصها بس بتتحط فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص انا حطيتهم في الصاج اهو، هدخلهم الفرن دلوقتي. انا مشغله الفرن على درجه 180 سخن، هحطهم على الشبكه اللي هو الرف اللي في النص بشغل تحت بس. هيقعدوا بالظبط حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه حسب ما يستووا، بس عينك عليهم. كيكه في الفرن بقى، انا ما تطلع اكون عملت الكريم شانتيه. ادي نص كوبايه سكر، وادي ميه متلجه اهي، كلهم مع بعض كويس جدا. لما السكر يدوب احط الكريمه، احط الكريمه بقى الكريمه اهي. بصوا الكريمه تقلت ازاي، انا عايزاها تقيله كده، لقيت لسه هحط عليها شوكولاته وبتاع كاكاو. هديها معلقه كاكاو بقى كمان اهي. ادي الكريمه بقت جاهزه اهي، تمام اهي.
كده بس كويس شويه كمان. بصوا تقيله ازاي، زي الفل اهي. هنا بقى احط كوبايه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم، كفايه كده. واسخنها، اسيبها تسخن لحد ما يغلي، وبعد كده هروح حتى في الشوكولاته اللي هي الكوبايه اللي قلت لكم عليها. لبن سخن اهو، احط فيه شويه بقى شوكولاته ايه اللي انا بشرتهم، واقلبهم فيه جامد اهو. قعدوا بالظبط في الفرن حوالي ربع ساعه، بصوا نضيفه وزي الفل. اسيبه يهدى شويه، يعني يا دوب اقل من 10 دقايق عشان عايزاه يكون دافي شويه. انا الشوكولاته ساحت اهي مع اللبن، بصوا عامله ازاي. لو انتوا عايزين تحطوا لها كريمه حطوا، بس الكريمه غاليه على الفاضي. اللبن حلو وزي الفل اهو. نروح بقى عاملين ايه، نروح واخدين من ده اهو، نقلبها كده اهو، ونقلب دي على دي، نحط شويه شويه ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب شويه شويه. خلاص بصوا هي الكريمه جاهزه. الطبقه الثانيه بصوا بشوكه كده او بسكينه او بخله او بعود شيش طاووق، اي حاجه خرمها كده كويس عشان لسه هنشربها. نخرمها كلها كويس كده بسكينه او باي حاجه. هنا بقى دي نص كوبايه لبن ومعاها معلقه شوكولاته، اي شوكولاته عندك حطيها، عندك نوتيلا، عندك اي نوع شوكولاته عندك حطيه، عندك نسكويك حطي منه. انا ما عنديش نسكويك عشان كده كان عندي نوتيلا حطيت منها. وقلبها كويس جدا فيها اهو. نروح بقى مسقسقين كده كل علبه، نديها ايه معلقتين ثلاثه كده من الشوكولاته على اللبن دي. ممكن تجيبوا اللي هو الميكس اللي هو الحليب بالشوكولاته اللي بيتباع جاهز في السوبر ماركت ده، بس مش حلو كده، احلى سقسقه كده بسيطه بس. كله جاهز اهو واتشربت. عايزه بس اقول لكم ان القوالب دي قوالب فاشله فاشله فشل ذريع. انا عني عن نفسي كنت عملتها في صينيه المونيا كان اكرم لي، لان القوالب دي معموله من الورق، وبصوا بتشر من هنا اللون اللي حطيته بينزل، ما تجيبوش منها فاشله. احط بقى كده ايه الطبقه الثانيه اللي هي الكريمه على الوش كده اهو. هي طريه وهتنزل تزيح كده، تغطيها كلها. الفينش بقى بتاعك اللي هو تغطي بيه بقى الوش براحتك. انا عندي جبت كيس اوريو ب3 جنيه اهو، وجبت واحد مارشميلو ب2 جنيه هشتغل بيه، وعندي بقى شويه كريز كده على شويه شوكولاته، اي حاجه عندكم. والبونبوني ده ب7 جنيه برده، انا هاخده هاخد دبته للعيال، بس انا هاخد منهم شويه. اي حاجه عندك فنشي بيها. تغطيها كلها كده اهو بالمعلقه، مش محتاجه اكياس ولا حاجه، بالمعلقه كده. لايت يا حبيبي لايت. هاخد بقى مثلا الشوكولاته الصغيره دي وارش شويه كده هنا هنا اهي، يعني براحتكم يا جماعه، التزويق ده براحتكم خالص خالص خالص. واحط مثلا شويه فروطه كده جنبه هنا الناحيه دي اهو، زي ما انتم شايفين كده، شويه مثلا من الابيض ده اهو، يا جماعه التزويق ده حاجه براحتكم خالص خالص خالص. ناخد من المبشوره دي مثلا شويه كده اهو، شايفينها بقت ازاي.
نحط بقى الناحيه دي ايه، اكسر كام وحده اوريو كده اهو. زي ما انتوا شايفين كده اهو، كسر واحده كمان، انا كده كسرت لها ثلاثه. اي حاجه عندك حطي منها، اي حاجه، البطن مش هتشكرك في الاخر. وفنش بقى التانيين اشكال تانيه براحتكم يا جماعه، كل واحد يحط حسب امكانياته وزي ما هو عايز. مفهومي اكل فنشوا بقى يا جماعه، بصوا اللي يعجبكم فنشوا بيه، اللي عندكم حطوا منه. ممكن تجيبوا بسكويت ويفر من علبه الكيسه بجنيه وتفنشوا بيه، براحتكم على قد امكانياتكم اعملوا. بصوا بقى البتاع العجيبه دي، بصوا سهله وبسيطه ازاي، و والله العظيم فنشوها باي حاجه عندكم. يعني خلوا حطوا على الوش كده باللي عندكم، يعني بسكويت، ملبس، اي حاجه. بجد بصوا انا ما بحبهاش، بس هدوق البت حته لان انا ما بحبهاش. بصوا يا جماعه اهي التكلفه بتاعتها بسيطه جدا. الطبقه اللي فوق دي لو انتوا مش عايزين تحطوا عليها لبن حطوا كريمه لباني، بس الكريمه غاليه زي ما قلت لكم، واللبن بيحل محلها. يعني علبه العلبه ال 200 جرام بحوالي 18 جنيه او حاجه زي كده. طب ما نجيب كوبايه لبن، يعني كوبايه لبن مش هتكمل ربع كيلو، مش هتكمل 5 جنيه، مش هتكمل 5 جنيه. كيلو اللبن ب 8 جنيه و10 جنيه و9 جنيه في اماكن واماكن، احنا بنجيبه من حته من عندنا ب 8 جنيه بس من بعيده شويه. فجربوه والله هتعجبكم جدا. اما ادوق البت حته، تعالي كده يا ملك، انت ليش قد التليفون في عيني ليه؟ بصوا من جوه عامله ازاي، بصوا يعني حاجه كده علاجه. دوقي كده، دي ندى اللي ضاقت. اما ندوق ملك هي كمان، دوقي يا ملك. ايه رايك يا ندى؟ ايه حلو. وانت يا ملك ايه رايك؟ حلو. جميله والله. ان شاء الله يا جماعه تجربوها زي ما قلت لكم. الكيكه اللي عملت بيها دي كيكه اسفنجيه من غير محسن، يعني ممكن ما تعمليش المهرجان ده كله، تعمليها كيكه وتزوقيها تورته عاديه من غير اي افتكاسات خالص. وان شاء الله تجربوا تقولوا رايكم فيها ايه. وان شاء الله لو عايزين اي حاجه او في حاجه مش مفهومه قولي في التعليقات وانا هرد عليكم. لو ما ردتش هعمل بث مباشر بعديه وتقولوا الاسئله بتاعتكم كلها براحتكم. بعد ما تشوفوا الفيديو ده يا جماعه ادخلوا قناه اسمها مطبخ ميو سمير. المفروض كنا نعمل تحدي انا وهي عشان خاطر هي تعمل تورته، هي عامله تورتيه النهارده، بس انا للاسف ما قدرتش اعملها عشان خاطر العيد الحب كمان كام يوم، وهنزل تورته عشان عيد الحب، فقلت هعمل ديسباسيتو معاكم النهارده. وعندها فيديوهات ما شاء الله جميله جدا، هي ست من اسكندريه بس وصفاتها ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا. عامله الاكلير حلو جدا جدا جدا، انا شفت الفيديو بتاعها، وعامله مربى البرتقال، وعامله حاجات والسمك والسبانخ، وعامله بصوا يعني القناه بتاعتها من بره اصلا، بصوا شكلها يجوع اصلا. شوفوا القناه بتاعتها وهحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، ولو ما عرفتوش تجيبوا صندوق الوصف اكتبوا في السيرش هنا. بصوا انا كاتبه ايه عشان خاطر اجيب القناه بتاعتها، ميمو سمير. اول ما تكتبوا ميمو سمير هتطلع لكم على طول. جربوها وشوفوا الطريقه بتاعتها وشوفوا الطريقه عندي، ومستنيه رايكم فيها.